السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم شان تاعنا. فزنا اليوم ويبدو علي الحزن ويبدو علي الأسى، ليس لفوز المنتخب طبعا، ولكن للتصفيرات التي طالت رابح ماجر بعد ظهوره على شاشة الملعب وهي بطاقة حمراء للأسف لجمهور ملعب نيلسون مانديلا. رابح ماجر كان لاعبا متألقا وكان نجما للكرة الجزائرية، فاز برابطة الأبطال بل بصم بهدف في نهائي رابطة الأبطال أمام بايرن ميونخ العملاق آنذاك. رابح ماجر كان ناجحا كلاعب أو لاعبا، لكنه فشل في مهمته مدربا خاصة مع المنتخب الوطني، لكن هذا لا يعطي الحق لأحد أن يصفر على أسطورة كرة القدم الجزائرية في الجزائر أمام الأفارقة أمام الأشقاء في الجزائر، وهو الذي استدعته الكاف ووجهت له الدعوة على أساس أنه نجم وأسطورة إفريقية. رابح ماجر ليس أول لاعب يفشل في مهمة التدريب ولن يكون الأخير. مارادونا فشل مدربا، بوبي تشارلتون، في لاعبين هولنديين في صورة جوليت سيدورف، حتى ديفيدز، هناك عدة لاعبين، فون باستن مثلا، في إنجلترا بوبي تشارلتون، آلان شيرر، حتى كلينسمان، عدة لاعبين فشلوا في مهمتهم على رأس التدريب لكن يبقون أساطير في بلدانهم. إذا ما حدث اليوم نتمنى ألا يتكرر في ملاعبنا. رفيق سأقدمك بطريقة أخرى، رفيق بصوار لاعب السابق، مرحبا رفيق. مساء الخير خويا زكريا وشكرا على الدعوة هذه، ومساء الخير كل جمهور رياضي لجيل ديزل. نعم. جيل ديزل، نعم، حبينا نتحدث مباشرة عن المباراة لكن ما حدث فعلا مؤسف جدا. والله شيء يؤسف أنه رابح ماجر الجمهور الرياضي هذا لما زال ما يفرقش بين رابح ماجر اللاعب ورابح ماجر المدرب ولاعب ورابح ماجر المتفرج. أي لاعب ومتفرج، نعم صح، نعم. يعني هنا كان متفرج، ما هو لاعب، ما هو يعني نعم. ما هو ضيف، مدرب، هو ضيف، ضيف للكاف، صح، ضيف للكاف والجزائري، وهذا شرف شرف للجزائر أنه الجزائر كسبت لاعب كيما رابح ماجر لشرفها في الحفلات الوطنية والحفلات الدولية. يكفي أن تقول أنه رابح ماجر حائز على رابط الأبطال تشامبيونز ليج وهو اللي سجل هدف، والطالونات تاع ماجر اللي راهي الناس الكل تتكلم بها على باسمه على ماجر، صحيح. يعني والله العظيم كما قولوا على الحقد هذا اللي مازال عند الجمهور هذايا، هو ما نقدرش، ربما ماهوش حقد ولكن كما قلت انت ما نعرفوش نفرقوا، انه الجمهور تاعنا يعني عنده علامه، يعني مليح الجمهور اللي راح الملعب نيلسون مانديلا، يعني جمهور كنقولوا محترم ولاباس، نعم. الدنيا يعني نظن انا هذا الجمهور نتمنوا يزيد يكون افضل من هذا فعلا. حتى مثلا قبل رابح ماجر ظهر الناخب الوطني جمال بالماضي، هناك من يساندون بقاءه وهناك من يؤيدون رحيله. تصور مثلا لو ان رأوا امن جمال بالماضي اليوم يصفر عليه في ملعب نيلسون مانديلا، يعني مهزلة اخرى، كارثة. مهما كان، مهما يكون ماكش راغب في هذا المدرب، لكن كما يقولوا حنايا كاين المسيرين هما اللي هما اللي قرروا، ماشي الجمهور اللي قرر. معليش، اذا نتمنى ان تتكرر هذه الحادثه. رفيق، اليوم مباراه الجزائر امام اثيوبيا، المباراه الاولى كانت صعبه بحكم انها كانت مباراه افتتاح امام جماهير غفيره، اللاعبين ماشي متعودين يلعبوا مع 40,000 متفرج. منتخب ليبي فاز في 2014 بهذه النسخه، منتخب تقريبا هو المنتخب الاول، ضغط المباراه المحليه ايضا، لكن اليوم شفنا الاداء اختلف، شفنا حراره يعني ملحوظه عند اللاعبين، رغم انه مجيد بوقرة قام بتغيير في النهج التكتيكي. انا الحاجه اللي نقول اللي يعني متفائل بها بالنسبه للفريق الوطني اني شفت المقابله الاولى، حضرت المقابله الاولى الوديه اللي حضرت اللي جرت بين الجزائر وغانا، اني الفريق تما فريق مجيد بوقرة انه شفته في مستوى اللي ما عجبنيش بزاف، اللي كان فريق يعني كما نقولوا ما عمرناش العين تاعنا بها، ولكن بعد المقابله الاولى كان تحسن شويه، واليوم شفنا تحسن احسن، ان هذا حاجه اللي نتفائلوا بها، انه المدرب بدا يعرف التركيبه تاعو،
المدرب بدا يعرف اللاعبين، ومن مقابله لمقابله كاين نقولوا تحسن في الفريق، كاين اميليوراسيون. نعم. في الفريق. نعم، لو نتحدثوا الان عن الخطه اللي هو النهج التكتيكي اللي لعب في المباراه الاولى، لعبنا ب 4-3-3، المباراه هذه بثلاث مدافعين في المحور والعوافي وبالخيتر على الاظهره، شعيب كداد هو اللي كان لاعب الثالث في الدفاع بعد تضحية بأيمن الحمري اللي كان المهاجم شبيب الثورة اللي كان على اليمين. كيف شفت القراءة ولماذا قام بوغرا بهالتغيير؟ أنا قلت لك كاين حاجة، أني في المقابلة الأولى اللي شفتها، المقابلة الثانية يعني المقابلة الأولى اللاعب عبد اللاوي، لاعب عبد اللاوي شفتي عنده تقل شوية في الدفاع، في الدفاع انا نظن بلي انه ماجد بوغرا ما حبش يغامر مدافعين تنين. نعم. ومع عبد اللاوي شويه ثقيل، يعرف يلعب، يعرف كوفريته، ولكن انه شويه ثقيل في اللعب تاعه. نعم. نظن سي بولسا لهذا السبب انه دار ثلاثه. نعم. وحاجه ثانيه انه فريق، انه ماجد بوغرا المدرب ماجد بوغرا كان شاف الفريق الاثيوبي في المقابله الاولى وشافوا بيلعب بدوز اتاكون، سي بو سا الى في شانجمون، هذا الشانجمون تكتيك وين ولي يلعب 3-5-2. نعم. بالنسبه لخطه النهج التكتيكي 3-5-2، من دون شك انه اللاعبين دربوا عليه وبوغرا جربوا، لانه من اصعب الخطط انه تلعب بثلاثه في المحور، يعني هذا دليل على انه بوغرا جرب عده خطط تاع اون كاو ونطيح مع منافس، يعني راه واجد وحتى اللاعبين محضرين لهذه التغييرات. تنساش هادو اللاعبين تاع قسم وطني اول، لاعبين اللي راهم في الفريق الوطني المحلي، يعني عندهم امكانيات، عندهم درايه بلي تكتيك، يعني متعودين يلعبوهم في الفريق تاعهم، يعني ما يلقاش صعوبه كبيره، يعني يعني كي نحكوا كره قدم الجانب الانسجام، لانه من اصعب انه تنسجم تخلق انسجام بين ثلاث مدافعين في المحور. لا انا نظن والله ما المشكل في هذا، انه كي يكونوا عندك لاعبين متميزين اللي يفهموا وخادمين في الفريق تاعهم انه ما يصاركش مشكل. نعم. واليوم كما قلت لك شفت اليوم الفريق كان بيان بوزيشوني في الميدان، قاموا بمقابله ما نقولوش قمة ولا، مي كانت مقابلة مليحة، يعني كانت الفريق تاعنا ثبت الجدارة تاعو والوجود تاعو في الميدان. نعم. بالنسبة لوسط الميدان دائما دراوي وميريزاك شفناهم أنه أدوا مباريات في المستوى، بالإضافة إلى قندوسي، هل يمكن القول أن وسط ميدان بوغرا محسوم فيه؟ قال الحاجة قلت لك اللي متفائل فيها بالنسبة للفريق الوطني ديالنا، انه ماجد بوغرا او يكتشف، انا نفهم انه ماجد بوغرا او يكتشف اللاعبين ويكتشف الفريق تاعو. نعم. لهذا انه الفريق راهو دائما في تطور، من مقابله لمقابله راهو في تطور، نتمنى انه يبقى توجور يشوف لاعبين ودائما هذا الفريق يعاود يزيد يتطور اكثر، يتحسن اكثر، وبوكوا با باش حتى النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. اللاعب بثلاثة خمسة اثنين، يعني أنه الأظهرة راح يكونوا متقدمين، كيف شفت اليوم الأداء وخاصة الجانب الهجومي تاع بالخيتر والعوافي، يعني كيفاش يلعبوا على الأظهرة؟ على الأظهرة نعم، خاصة في المساهمة في الهجوم شفنا العوافي صعد كثير، يعني مقارنة بالمباراة الأولى اللي كانت المباراة الأولى قلت لك كما قلت الناس بعد المقابلة الودية اللي لعبوها مع غانا ما ظهروش بقوة الفريق الوطني. نعم. انه دخلوا خايفين وزيد لعبوا مع يعني كما قلت المنتخب الليبي حامل لقب 2014. نعم. انا نظن المقابلة تاع اليوم راح تزيد تعطيهم قوة وتعطيهم ثقة في النفس أكثر للفريق الوطني، باسكو اليوم نقولوا بلي شفنا فريق وطني. نعم. اللي نقدر نحكي عليه أنا باسكو ما نكذبش عليك أنه بعد مقابلة غانا خفت شوية، جيت ديسي شوية من الفريق، خفت متخايف للفريق، ولو أنه مباراة تحضيرية يعني. ولو مباراة تحضيرية، ولكن شوفوا الفريق أسكو عنده ولا ما عندوش لاعبين. لاحظت انه دار تغييرات بزاف اللاعبين من المقابله الوديه، المقابله الاولى، المقابله هذه الثالثه، ودوكا بوغرا عنده ثقه في اللاعبين وحاجه مليحه للفريق تاعنا. نعم. ما هي اهم النقاط اللي لفتت الانتباه اليوم في المباراه امام، نقاط القوه اللي عجبتك في المنتخب اليوم؟ حاجه المليحه في الفريق الوطني اللي عجبني اليوم هو اللحمه اللي كانوا يلعبوا بها، تحس بلي فريق
أو يدافع الكل ويهاجم الكل، أنه كان كما نقولوا سي كانت يد وحدة كورياس، سي اون ايكيب كورياس، وميمطون كانوا الفراغات ما بين الخطوط ما كانوش فراغات، كانوا متماسكين، كانوا متمركزين مليح. قلت لك الفريق الوطني اليوم عطانا نظرة مليحة ان شاء الله. نعم، هذا يدل على انه هناك عمل بدني كبير، لانه باش تدافع بمجموع بكتلة وتهاجم بكتلة لازم تكون عندك عمل بدني يعملوا فيه. نعم، يعملوا في الفريق الأندية. يعني في الأندية هنا بوغلا ما يجي غير يشوف لو بلان تكتيك كيف هو الانسجام، كيف يقدروا يلعبوا هذا مع هذا، انه حاجه مليحه. بقول زرع فيهم الروح القتاليه تاع الفريق الوطني. نعم، بالنسبه للهجوم اليوم احسن لاعب كان عبد الرحمن مزيان، كيف شفت الاداء تاعو، خاصه انه حتى في المباراه الاولى كان من بين احسن اللاعبين، تقريبا هو لحد الان هو ملك الجهه اليسرى من هجوم المنتخب. ما مزيان يعني من المقابله الوديه قلت لك الفت الانتباه تاعي، ولعب لي نقولوا يمشي بالكره مليح، يدير لي بيان، لعب لي جينيرو في اللعب تاعو، في لي كورس تاعو، يعاون صحابو، انه انا نظن يكون عنده مشوار مليح في هذا الشان هذا. نعم، سنعود لك في هذه النقطه، عندي فاصل، اذن فاصل ثم نواصل. إذن مرحبا بكم مجددا رفيق، نكمل معك بخصوص مزيان اللي كنت تقول منذ قليل أنه يعرف يلعب بالكرة، لعب عنده إمكانيات، تقريبا هو اللاعب ما نقولوش الوحيد ولكن اللي كان يستد بزاف ويحاول، هو يعني النقطة هذه ناقصة في المنتخب. عنده قوة تاعه متميز بها مزيان، أنه يمسك الكرة ويحافظ عليها، عنده انتريمون كوفرتير دو بال، عنده الإكسبلوزيفيتي دريبل ويمشي لقدام. هذه النقطة المهمة، يروح للقدام، يروح للقدام، لاعب لي كما نقولوا يعرف واش يدير بالكرة، عنده بون فيزيون جو، نقول بلي اللاعب هذا يقدر كما نقولوا يعاون الفريق الوطني بزاف بزاف. نعم، الآن نروح لي تقريبا بغض النظر أن رجل المباراة كان مزيان، ولكن هناك لاعب أيضا مسجل هدفين لحد الآن، أيمن حيوس. بعيدا عن الهدف كما نقولوا ابار لي بيت، شوفوا اللاعب هذا انه عنده ميزه خاصه، انه ما يحقرش الكرات، كره ميته يتبعها، لما شفنا ضربه جزاء امام ليبيا اللي جابها وسددها، وكرات اللي تقول انها ما عندهاش ما تشكش خطر، يصنع منها الخطر ويتبع ويتعب الدفاع. واش اللاعب هذا اللي كان تلقى انتقادات كبيره قبل الشان؟ والله يعني انتقادات دوكا قلناها ماشي دوكا، انا وليت كيما قلت كيما الان كيما حكينا مقبل على ماجر. نعم، اسكو سي نورمال؟ سي با نورمال، باسكو هذو الانتقادات كاين الناس اللي لا علاقه بكره القدم، ينتقد اي شيء في اي مكان، ليسونسيال يحكي باش يحكي. انا نظن محيوز اليوم ادى مقابله تاعو مليحه، جرى فتح لي كولوار، دار لي زابيل، يعرف كي يجيه الكره، يعرف واش يدير بها، سدد وحده ضربها في القائم، اللي تي توجور بريزون في اومني بريزون في التيرا، يلعب مليح برجلو في الارتقاء مليح، يلعب يعني ما تقدر تقول عليه والو. انا نقول بالك هذا بالك ان شاء الله بالك يكون في المنتخب الاول، بوغ با ان شاء الله يزيد معنا، بالك ان شاء الله نتمنى الجزائر تلعب لا فيناليتو ويزيد يقدم مردود احسن. انه هو جمال بالماضي حاضر في المدرجات، راهم يشوفوا الناس قاعد يتابع، وان شاء الله بالك يكون بوكو با ان بلوس في الفريق الوطني. نعم، يقودنا هذا الحديث لما ربط لي جمال بالماضي ومحيوس، الانتقادات اللي طالت كريم علي به هو ايضا، يعني يقول لك بالماضي قال انه هذا اللاعب انا ما جبتوش لتسجيل الاهداف، كاين الناس يقول لك انا ماذا بيه يسجل، ولكن هو شاف فيزيون اخرى. هل نقدروا نقولوا انه لو ميم بروفيل تاع عريبي هو عند محيوس وعريبي عندهم لو ميم بروفيل؟ قول انا هنا في هذه النقطه انا اقول محيوس انا حل وتحيه لعمي بوزيد محيوس. نعم، دائما نقولوا محيوس. قلت لك انا نظن
عندهم لا عندهم ديفيرونس في الامكانيات. نعم. امكانيات البدنيه انه محيوس شويه عنده قوه بدنيه اكسبلوزيفيتي تو ان بو بلوس كو يدخل في الشوك صحيح صحيح عليه بزاف بلو رابيد عليه كولياس و سي البلون تكنيك اللي بلو نقولوا احسن من. نعم الان لو نشوف التغييرات ما عدا التغيير تاع رضواني اللي دخل في مكان عبد الرحمن مزيان في اخر دقيقه من المباراه، كانوا هناك تغييرات بسبب الاصابه، ولكن حتى اللاعبين البدلاء ولو انه ما كانش عندهم وقت 10 دقائق الى 4 ساعه الى 20 دقيقه، ولكن هناك لاعبين يقدروا يكونوا يفيدوا المنتخب مستقبلا. عندك بالخير بايزيد لاعب مهاجم اتحاد خنشله، وبعوش الظهير الايسر اتحاد العاصمه. كما قلت لك هذه اضافه للمنتخب الوطني، اضافه المدرب مجيد بوغلا. لما يكون عندك بنك احتياط مليح، كي يكون عندك انت البديل، اللاعب ما طحش عليه حتى يعيا قايتك ولا يكتب الرسائل كلها، عندك 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 البديل وزيد كما قلت عندك بديل، وكي دخلوا قدموا مردود نقول لك بالك احسن من اللي نعم كان. حافظوا على الاقل، حافظوا على الريتم، على الاقل حافظوا على المردود اللي كان تاع اصحابهم. ما نقولش الريتم احسن في الشوط الثاني، لافريشر فيزيك في الشوط الثاني الفريق الوطني قدم شوط ثاني احسن من الشوط الاول. نعم. مالغري كما نقولوا احنا كنا احسن من فريق اثيوبيا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، يعني ما كناش احسن منه بمستوى كبير بزاف يعني كان احسن، كان تقارب. ولكن انه منتخب اثيوبيا تقريبا لما تشوف جل لاعبين في سان جورج اللي شارك في رابط الابطال بانتظام، هو تقريبا المنتخب الاول، 6 إلى 7 لاعبين في المنتخب الاول. المنتخب الاول يعني ماهوش منتخب سهل، ولكن انه مالغريتو انه الفريق الوطني تاعنا وقف ند للند مع فرض طريقه اللعب، فرض الوجود تاعو فوق الميدان، كنا احسن. نعم. وان كانوا لي زوكازيون اللي كريناهم حنايا كانوا سي دي زوكازيون لحقنا لي بيوت يعني. نعم. مهم يعني لما تكون تكري لي زوكازيون معناتها كاين ان فونجو ولوكازيون لحقت، ما عندك اللي يكمل لك لاكسيون تاعك. نعم. هما كانوا يلعبوا الحق لاباس ايتو، ولكن قدام عند منطقه 18 متر تبدا الحاله تعقد لهم. نعم. ما داروش يعني دي زوكازيون وين دونجور يعني. نعم. مع النقطه الاخيره اللي انقذها قندوز صحيح، ما ضيعوش. نعم. فرص كثير. نعم الان تحدثنا وتقريبا هناك الكثير من الامور الايجابيه في هذه المباراه، بداية بالفوز، بداية بالتسجيل، وصولا إلى الحفاظ على نظافة الشباك لثاني مرة على التوالي. البدلاء يعني شفناهم الآن، لما تفوز في مباراتين، المباراة الثالثة أيضا عندك الآن مباراة ثالثة تقدر تجرب. لا مش تجرب دوكا، أو شاف بلي عنده بديل. نعم. يعني يقدر يريح اللاعبين. نعم. يشوفهم تعبوا شوية. فعلا. كاين اللاعبين يلعبوا لي دو ماتش. نعم. باش نخلوهم المقابلة تاع ربع النهائي. ربع النهائي. نعم. باش نخلوهم يوبوزيشن ويلقاهم احسن. نعم. وحاجه قلت لك مليحه انه اللي دخلوا باعوش وبالخير وايوب يعني غزاله. نعم. يعني لعبوا داروا قاموا بالواجب بايزيد. نعم. قاموا بالواجب تاعهم كما لازم. غدوه المال المدرب هذا غدوه يقدر يتكلى عليهم يعني كوم تيتولار عادي. عادي. نعم. يعني الان المباراه الاخيره راح تكون امام منتخب موزمبيق اللي عنده لحد الان 4 نقاط، إثيوبيا بنقطة واحدة، ليبيا التي انهزمت أمام إثيوبيا 3-2. يعني نعود للمنتخب، ولكن توقف عن مباراة ليبيا، وكانت مفاجأة ربما انهزام ليبيا أمام موزمبيق. كنت انتظر على الأقل ربما تعادل في هذه المباراة، لكن المنتخب موزمبيقي فاجأنا، وحتى التغييرات على المدرب، 3 لاعبين دخلوا سجلوا 3 أهداف. نظن كما قلت وكما حكينا مقبل قلنا على ليبيا حامل الدورة هذه، ولكن 2014 نظن. ليبيا سي با ليبيا يعني مشكل شويه، عم مشاكل الموجوده في البلد. نعم. وزيد ما كانش لا كونتينيتي في الترافاي تو. نعم. حتى المدرب صحيح. مدرب انتقالات تلقى انتقالات لاذعه يعني هنا ما تلقاش يعني ماشي زعما حاجه اللي تستنى منها حاجات نقولوا ستابل ولا ليبيا مع ولو انه ما عندهمش مشكل للانسجام، بما انه تقريبا اللاعبين مشكلين من فريقين اتحاد الليبيين
يعني ما عندهمش هذا المشكل. سبب ربما كما قلت انت عدم الاستقرار، عدم الاستقرار خاصه يعني في الطاقم الفني مع قدوم مارتينيز، ولو انه مارتينيز قام بعمل جبار في موريتانيا. انا ما تنساش رغم تاع المحليين الكل. نعم. يعني ما عندكش ان كونتينيتي في الترافاي، ماشي كيما سيدي جوا بروفيسيونيل. نعم. في بلاد هذا العام تلقاهم خدموا فرق ملاح. نعم. داروا فرق العام اللي من هي تلقى بالك تلقى الحاله ما كاش قاعد. وحتى في ليبيا كانت البطوله تلعب عام وتوقف تلعب عام. يعني كاين ظروف نعم. اذا دوك نعاود نولوا نتحدثوا عن المنتخب الوطني، نكملوا الحديث، لكن قبل ذلك فاصل ثم نواصل. مرحبا بكم مرة أخرى. نولي ليك رفيق، كنا توقفنا في الحديث عن مباراة ليبيا موزمبيق، الآن تحدثنا عن مباراة موزمبيق الآن هتكون صعبة من دون شك، لأنه فريق تعثر في أول جولة 0-0، عاد أمام ليبيا وفاز، أثبت أنه عنده فريق في المستوى. من الخطأ أن نغير ربما كل تشكيلة وندخل في المباراة الثالثة، لأنه المرتبة الأولى مهمة أيضا والمعنويات أيضا مهمة. شيء بالطبع، يعني مقابلة هدية جد جد مهمة، يعني هي اللي تخليك تحدد مع من راح تلعب في الربع النهائي. نعم. هي اللي حتخلي، ولو انه ما عندكش واش تخير كوت ديفوار سينيغال كونغو ديمقراطيه معناتها ليش يعني. نعم. لا ولكن تكون تحافظ على كومام، انت في المرتبه الاولى ما حش تلعب مع تاع المرتبه الاولى. فعلا كومام، ولكن انه الجزائر مدرب مجيد بوغرا عنده كل امكانيات باش يفوز هذه المقابله باللاعبين، يعني يدير تغييرات ولا ما يديرش تغييرات. نعم. يعني حكينا من قبل. نعم. انه اللاعبين اللي درنا اللي داروا تغييرات جابوا البلوس. فعلا فاهم، يعني يقدر تما يكون تغييرات بالك 5 إلى 6 تغييرات. لا ما يديرش. نعم. 5-6 ما يغيرش ليكيب بزاف. 5-6 5-6 بزاف بزاف. نعم. 3 حتى ماكسيموم 3 كيغير 3. شوف اللي كان مثلا نقولوا عبد اللاوي مع الاصابه تاعو راح يكون سيكون تغيير. نعم. كداد انا نقول هل اصابه عبد اللاوي ستعود بالمنتخب الى 4-3-3 ولا 4-5-1 ولا يعني العوده الى 4 في الدفاع؟ لا انا نظن اليوم الفريق الوطني لقى روحو بهذا. نعم. التكتيك. نعم. انا نظن باسكو يبقى ثلاثه في باسكو التكتيك سيكو. علاه تبدل التكتيك؟ نعم. انت اذا عندك منتخب قوي. نعم. لا المنتخب وانت هو منتخب موزمبيق، منتخب بعقليه لاتينيه وكانوا شغل المدرسه البرتغاليه، ولا ما تفرضش ويدي يفرض اللعب تاعو. نعم. يخلي الفريق الخصم هو اللي يدير تكتيك سبيسيال بارابور ليه. دوكا اذا انت عندك لاعبين اللي يقدروا يفرضوا. نعم. انفسهم بهذه طريقه اللعب. نعم. الفريق الخصم هو اللي لازم عليه يبدل التكتيك ديالو. نعم. يدير تكتيك اللي باش يوقف هي التكتيك تاع مجيد بوغلا. انه اليوم علاه شفناه كيفاه يدافع مليح. نعم. شفناه في الوسط الميداني يمسك كرة، وشفناه كيفاه يهاجم. انه بويسك لقى لاستيس كيفاه الفريق هذا يعرف كيفاه يلحق ويدير فرص، خلاص معناتها عنده فريق اللي بهذا يقدر يميتريزي هذا لو سيستم دو جو. انا نظن يكمل بهذا لو سيستم. انا النقطه اللي يعني النقطه، لانه ربما في حاله عدم قدرة أيوب عبد اللاوي وربما ما يحبش يغامر به أصلا، حتى ولو ماشي أيوب غزالة، يعني أو دخل في بلاستو أيوب غزالة. نعم. وتبقى نفس وما بدلش الخطة. نعم. وأدى دور مليح. نعم. يعني نعم. إذا نتحدث الآن عن مباريات بصفة عامة. ربما كان كاين أنسوسي من قبل، كنا متخوفين من الجانب التهديفي، شفنا مباراة أولى هدف مقابل صفر المنتخب، 0-0 بين إثيوبيا وموزمبيق، كونغو أيضا 0-0، ولكن بدأت النسق يطلع 2-1 لمدغشقر غانا، والمباراة مباراة أمس اللي كانت 3-3 بين مالي وأنغولا. كيفاش تشوف اون جينيرال يعني بصفة عامة الأداء الفني في هذه الدورة؟ هذا شيء طبيعي أخ زكريا، والمباراة صعيبة.
لا انه هذا الفريق فريق المحليين ما عندهمش مقابلات وديه كثيره بينهم. هذا فريق اللي راه جديد يعني اللي مازال ما كاش انسجام بينهم كثير. من بالنسبه للفرق الفرق الاخرى ما عدا اللي هي المنتخبات الاولى كاين شويه احتكاك اللي عندهم فرق اولى. ولكن اللي ماشي فرق اولى تكون ما عندهمش مقابلات وديه كثيره. الناس البلدان تاعهم ماشي عاطينهم امكانيات كبيره ماشي كيما الفريق الاول يدير مقابله وديه مبرمجه من لا فيفا ماشي كيف كيف. هادوما كما نقولوا حنا هاد العام كما نقولوا الشان هدايا وجرى في جرى درنا له الشان تاع الصح كما نقولوا اللي انا كبرنا به ورجعناها نسخه كما نقولوا ما شاء الله اللي كما نقولوا ماشي افريقيا كاع تاع العالم كاع شان في هيئه كان في هيئه كان. نعم قبل سنعود للمنتخب بين أمكن ذلك، لكن نتحدث الآن أو نستمع لتصريحين للاعبين نجمين في أفريقيا أصام وجيان وكريم حقي. نستمع لما قاله هو النجم الغاني والنجم الدولي التونسي. You know, but I saw some individual skills. You know, I saw a couple of good talents. You know, and yeah, we always want to improve in life. So I'm sure this second game is gonna be well. I can't single one player out. You know, because they are playing as a team. You know, and although it was a bit difficult to choose because, as I said, you know, they didn't live up to my expectation. You know, but the winning mentality was there. You know, they were fighting well, you know, and in football, that is how you're supposed to do. When you don't have your good day, you have to just give the fans something to go home about. And that is what Algerians and everybody, they were running, they were fighting, and they were able to win in this second round, because I'm sure the players are relaxed and they can give a much better performance than the first one. Yes, they did well. The fans, of course, the fans was behind them. You know, they supported throughout the 90 minutes. Not bad. كل مدرب عنده وقت صعب. لازم أنا أكيد أنه الجمهور الجزائري ليس بجمهور سهل في معناته ضغط كبير، أما أنا متأكد أن جمال بن ماضي سيتدارك وسيرجع المنتخب الجزائري إلى طريق اللي كان عليه قبل كأس إفريقية في الكامرون. عنده كل إمكانيات حقيقة، لاعبين ممتازين في ينشطوا في أكبر البطولات العالمية. شوفوا في بن ناصر معناتها في ميلان، شوفوا كذلك محرز، عديد اللاعبين اللي ناجحين. معناتها كانت نكسة كبيرة معناتها عدم وجوده في 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 كأس في كأس العالم. نعم كريم حقي عاد الحديث عن كأس العالم وحديث عن المنتخب الأول، لكن فيما يخص أصام واجيان تحدث عن منتخب غانا بالنسبة لأنه منتخب غانا خسر أمام مدغشقر في تقريبا مفاجأة في هذا الدور، وتحدث بصفة عامة يقول لك بلي هذه الدورة قد تكون دورة باش يكونوا نجوم جدد، خاصة أنه كان حاضر معي بالأمس الصحفي صوفيا المهني قال لك كاين 30 تقريبا 30 كشاف أوروبي موزعين في الأربع ملاعب. هي فرصة لإفريقيا، فرصة للاعبين هادو، ما خاصة للاعبين تاع المنتخب. نعم المنتخب لا هي ما مش جايين عجل المنتخب الوطني فعلا يعني خاصة صحيح. نعم فرصة للاعبين الكل أفارقة انهم يقدروا يديكروشيو دي كونترا لوروب ويزيدوا يديفلوبيو لو جو تاعهم من الفوق. نعم لما نتذكر انه قبل شان كان الحديث عن احتراف قندوسي لاعب وفاق سطيف، كان الحديث كثور حتى انه ربما تاثر نوعا ما لانه ما عرفش اللي راح يشارك ولا ما راحش يشارك، ولو انه الوقت سابق لاوانه شويه، ولكن في هذا المباراتين من هما زعما لاعبين اللي تشوفهم باللي قادرين على الاقل، ولما كانش احتراف الى اوروبا حيكون احتراف على الاقل هنا في تونس او في قطر في قطر مثلا. يعني قطر نقولوا مثلا هناك لاعبين كبار ولكن تحتوا على الشباب. انا نقول اول واحد ولا يعني زوج على ضربات مد 10 الى انا نقول مزيان ومحيوس. مزيان اذا انك تحدث على الخارج لانه مزيان كبر شويه على يعني الخارج قلت الخالي. في قطر ومحيوس يعني عنده فرصة باش يروح محيوس يعني يشوف عنده إمكانيات كبيرة باش يروح
وقد تفيده لربما لطرق ابواب المنتخب الوطني. بيجان نعم. يقدر يلعب في, في, في فرنسا عادي يعني نعم. لاعبين اضعف منه لعبوا في فرنسا في قسم وطني ثاني وقسم وطني اول لعبوا في بلجيكا لعبوا كاين انا كان يكون عنده مناجر مليحه مليح. يعني مناجر وسط احسن نعم. بالنسبه لهاك فتحت لي سوجي واحد اخر ما الدور هو الدور تاع المناجر مع اللاعب يعني وش هي المواصفات اللي لازم توفر في المناجر باش يقدر يلحق اللاعب المكان المستحق لانه شفنا مثلا لو نتذكر مثلا نزهر حاج عيسى ضيعنا موهبه لو نتذكر جابو ضيعنا موهبه في جانب اخر لما نسميه هناك لاعبين مستوى متوسط كان عندهم مناجر منح حتى لعبوا في اوروبا ولعبوا في سويسرا ولعبوا في فرنسا مثلا هذه هي المناجر دوكا علاه نقولوا عندك مناجر مليح عندك مناجر المناجر المليح اللي عنده اتصالات وعنده معلومات وعنده كما نقولوا معارف باش احتكاك بزاف باش يقدر يلحقك عدة انديه ويكون لازم هذا المناجر ثاني يكون يعرف ثاني اسلوب اللعب تاعك يكون يعرف كرة قدم باش يعرف هذا اللاعب وين يقدر ينجح فعلا ان جوال تكنيسيان تديه الطليان جوال تديه الطليان ما بالك ما تخدش عليه تديه اسبانيا تلقاه يلقى روحو نفسه احسن ان جوال تديه ما انت جوال مازال ما هوش واجد وتديه لنادي كبير راح تكسرو فعلا ان جوال مازال ماشي واجد خليه يروح لبلجيكي يحترف شويه يشوف واش معناتها القسم الثاني في فرنسا مثلا القسم الثاني في فرنسا نعم. هناك انديه صغيره في فرنسا الشوط الاول القسم الاول القسم الاول انديه ما نقولوش صغيره انديه انديه اليوم يلعبوا على الباقه ايتو نعم. يلعب يشوف شنو يحكي ومن بعد يبدا يطلعوا بالعقل ما تديش جوال ديالك انت ديالك تحوس تديه انت في بلاصه وين تضيع له تكسر له الكاريير تاعك نعم. بالنسبه لي مادام راك تصر على ايمن محيوس المواصفات والبروفيل تاع ايمن محيوس وين تقدر تشوف اللاعب هذا ينجح في اي بطوله نقولوا بطوله اوروبيه اللي يقدر ينجح فيها انا نقول لك وين يبدا راك بريسيز لا باسكو علاه وين ينجح يقدر ينجح من بعد كاع كي ينجح سي بون من بعد الناس كاع تحوس عليه باسكو يكون يولي خلاص الناس شافوا البروفيل تاعو الناس شافوا انا نقول يبدا في فرنسا على احنا الجزائر فرنسا تكون المشكل تاع اللغه ماهوش مشكل راك تسمع نعم. انا نظن ان شاء الله نتمنى له انه يكون عنده كونتاكت في فرنسا في قسم وطني اول نعاود لك لهذه النقطه لكن قبل ذلك فاصل مره اخرى ثم نواصل vu deux équipes deux équipes à dire avec un peu fatigué sur la fin, manque d'énergie. Donc c'était pour les deux équipes. Écoutez, on a changé de système. Donc c'était un système qu'on avait travaillé à Tabarka, qui avait très bien marché. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. La première mi-temps, on a senti justement beaucoup plus de présence devant le but avec nos cinquièmes, nos deux dix à l'intérieur, l'attaquant. Là où qu'on aurait été encore beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur, c'est justement si Mokhtar et Youssef auraient vraiment cette fraîcheur physique parce qu'il y avait vraiment des boulevards pour passer derrière les adversaires. Il y a eu des centres, il y a eu des opportunités. Bon, un peu toujours encore cette dernière passe. Voilà, après deuxième mi-temps, un peu plus difficile. Mais les joueurs, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment été disciplinés tactiquement. Ils ont respecté les consignes, ils se sont appliqués. Deuxième mi-temps, c'était plus en contre-attaque. Voilà, il y avait des moments où on avait la maîtrise du ballon, qu'il fallait la garder encore plus, prendre son temps, surtout quand on est à trois derrière. C'est facile de tourner d'un côté à l'autre, que c'est dur de presser une défense à trois. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer, mais l'état d'esprit était top. Bravo aux joueurs. Voilà, c'est pas fini, on est qualifié, certes, on n'est pas encore premier. Donc il faudra bien récupérer et être frais pour ce prochain match et Inch'Allah les quarts de finale. إذن كان هذا تصريح الناخب الوطني مجيد بوقرة. رفيق استمعت لما قاله تقريبا تحدثنا عليه احنا قبل ما يتكلم نعم تفضل يعني انه اتكلم على لي تاع ديسبلي تاع الجروب قال كان في القمه هذا واش قلنا كان الفريق كان في لحمه يعني كان يلعب بلحمه واحده نعم. كان انسجام بيناتهم كانوا عندهم روح قتاليه
حكى على لو شانجمون تاكتيك كيما قلنا لو 3-5-2 وشنو هو زاد وضح لنا انه هذا لو شانجمون تاكتيك ديجا كان هذا لو تاكتيك لو سيستم دو جو هذا كان خدمه ديجا في تبلقى يعني هذا السيستم كان موجوده هو تانيت باسكو المدرب بيوجد دي سيستم بليزيور سيستم اون سي جامي يطيح في مشكل لاعب يتبليسالو ولا يطيح مع فريق اللي لازم يلعب كونت لو سيستم يفرض عليك خطه نعم تكون واجد صح اذا طيح انت هنا علاه نبدلو لو سيستم خويا زكريا باش واحد يعني يعرف غدوه انت عندك تلعب افيك ان كات ديفونسور تلعب كونت اون ايكيب اللي يلعبوا لك دو اتاكون ويكونوا دو اتاكون ما دو ميتي قويين نعم. دو ميتي قويين ماشي دو ميتي باكي قويين تي اوبليجي تعاود تولي لو 3-5-2 راك فاهم تي اوبليجي تعاود تولي 5-3-2 ولا لو 5-3-2 اذا كنت واذا كانوا هما فرضوا عليك ناس قل اللعب تاعهم ولا عندك انت تي اوبليجي تولي 5 ما اذا زعما باغ اكزومبل تولي 5 لور وثلاثه وثنين في حاله الدفاع وفي حاله الهجوم تولي بثلاثه خمسه اكزومبل نعم. كنت تلعب عندهم في بلادهم وتكون عندك الضغط ولا بريسيون اي تو تي اوبليجي تولي بخمسه لور نعم. كي تلعب في بلادك وتحب انت ثاني هو عنده دو بون جوار وانت ثاني لازم تكونتري اي تو تعيه ودير له مشكل تلعب له بلو 3-5-2 عندك انت تحكم لي دو جوار تاعو وتزيد دير له ديلو مشكل ضغط على الاظهره تولي تقريبا تهاجم باربع تولي تهاجم اللاعبين على الاظهره يخدموا كاع لو كولوار سي يقول لك دي زاتاكون ودي ميليو تيران ويخدموا كاع نعم رفيق النقطه الايجابيه ربما في المنتخب او المنتخب المحلي تواجد مجيد بوكرة تواجد جمال مصباح اللي كان هو مدافع في المنتخب الوطني لعب في ميلانسي ايضا تواجد مطمور اللي كان تقريبا هو مهاجم يعني عندنا اون فارياسيون وكذلك بن حمو اللي كان في حراسه المرمى حاجه مليحه ان تكون هذا الاستاف هذا الارجي اللي نشوف شو كاينه احترافيه في المنتخب المحلي بيان سور انت كي يكون عندك مجيد بوغرا كي يكون عندك مجيد بوغرا كي يكون نعم. مجيد بوغرا في المدرب هو لاعب كان في الدفاع ينشط في الدفاع انه يعرف كيفاه ينظم الدفاع تاعو باحترافيه وكي يكون عندك ان جوار اتاكون يقدر يعاونك مام في لي بوزيسيون تاع لي اتاكون اي تو غارديان بيت ولا مصباح كان يلعب على الاظهره يقدر كل واحد يعطي ليكسبيريونس تاعو يعطي واش يعرف للفريق ويكون بيناتهم انسجام ما بين المدربين يدو ويخرجوا يعني بقرار سليم بالنسبه للاعبين اللي ملايح بالنسبه للفرق كيفاه تلعب كيفاه تكونطريها تقيم مستوى الفرق نعم. لازم تقيم المستوى الفرق باسكو انت كي تجي تلعب مع فريق وتشوفه باللي قوي بزاف لازم تاخذ الحيطه تاعك منه نعم. اذا هو قوي عليك هو راح يفرض عليك ان سيستم دو جو اللي لازم تلعب كونتر عليه انا واش كنت نقول لك مقبل انك اذا كنت انت اقوى تتفرض لو سيستم دو جو تاعك اذا كان هو اقوى عليك راح يفرض عليك سيستم لازم انت تبدل لو سيستم لو كونت لو سيستم دو جو ديالو لازم تكون حاضر وتكون واجد صحيح بالنسبه في كنت نقطه نعاود نولي ليها لانه لما نوصينا التصريح الحديث عن انت لعبت في تونس وشكون هل كان عندك ماناجر هذاك الوقت ولا هذاك الوقت ما كانش تكزيستي لا كان ماناجر تتذكر بيان سور شكون هو يعني هو الله يرحمه على محمد صالح مع النعبه الله يرحمه ندعو له ان شاء الله بالرحمه ان شاء الله هو كان لاعب سابق ولا لا كان هو هوند بالور نعم. هو كان رياضي كان هوند بالور هو اللي اتصل بيا كنت في رائد القبه من تم رحت على تونس يعني شافك وداك مباشره لا كان يعرف يلعب لنا كونتر النعبه نعم. كان يعرفني انا في القبه في مولوديه داني الصيف يعني عنده لي صبر ما بالور وعرف لا كان يعرف انا كنت اتاكونت ما كنت متميز شويه في كنت شغل مزيان كنت شغل مزيان غدا ان شاء الله كاين مباراتين مهمتين الاولى وهي الاهم بين كونغو الديمقراطيه وكوت ديفوار الكونغو تعثرت امام اوغندا 0-0 في المباراه الاولى وكوت ديفوار خسرت امام السنغال بهدف 0-0 يعني تقريبا المباراه هذه اللي يخسر 90% راح يغادر خاصة منتخب كوت ديفوار وكونغو الديمقراطية من بين 6 نسخ سابقة كان توج مرتين ومعروف أنه كونغو الديمقراطية مشكل أغلبية لاعبو من تيبي مازامبي كيفاش تشوف هذه المباراة بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية
لا انا باش نقول لك انه المقابله الاولى شفتها تاع الدوره تاع الدوري الاول مجموعات نعم الجوله الاولى يعني نعم. ما كانوش قلت لك نفس المشكل اللي كان في المنتخب الوطني. انا نظن انه نفس المشكل في كل الفرق براسك، يعني انهم ما بظهروش المقابله الاولى، ما دخلوش، كانوا مازال ما دخلوش بقوته. ولكن المقابله الثانيه في كل مجموعات اني شفت باللي كاين مقابله، يعني تحسن مردود اللاعبين تاع كل فرق في الميدان. انا نظن باللي انه المقابلات الجايين راح يكونوا في مستوى احسن، والشان هذه ان شاء الله تكون، نتمنى ان الشان هذه انا نظن ثاني كيف انه المستوى تاعها يكون احسن ويقدموا لنا مقابلات في القمه. نعم خاصه الان، لكن ربما قد نفقد احد المنتخبين او المنتخبات القويه في هذه المباراه، يعني مثلا خروج كونغو الديمقراطيه من الدور الاول راح يضر بالجانب الفني للدوره، ولكن هذه هي كره القدم. وانا قلت لك مقبل، قلت لك هنا ما كانش فرق قويه. نعم. دوك انت كي تسمع نقولوا السنغال، ماهيش السنغال تاع العالم، ولكن الكونغو الديمقراطيه العكس، هو المنتخب المحلي تقريبا، هو المنتخب الاول. على هذه انه ما ناخذوش بين الاعتبار كي نسمعوا الغانا نقولوا الغانا. فعلا. عند الجزائر كوت ديفوار، الجزائر ماشي الجزائر فعلا، باسكو حنا اللاعبين تاعنا تاع الاسي لاعبين محترفين 100%. نعم. عدا احيانا لاعب او لاعبين. نعم صحيح، فهمت يعني سي بوسا نقولوا باني انه الفرق هذوما ما يردوش نفس النظره، ما يكونش عندهم نفس النظره بالنسبه للقيمه اللي كي تسمع القيمه تاع الفريق، تسمع الكوت ديفوار ولا تسمع تقول نيجيريا ولا نعم. تقول ولكن تختلف، ولكن في الفريق المحليين تاعهم انه ماشي كيف. نعم هناك شفنا مدغشقر، صحيح مدغشقر موريتانيا، صحيح مدغشقر، انت تقول مدغشقر ما كاين والو، فازوا على غانا بعد. نعم تلقاهم يلعبوا. نعم. وانا نقول لك كاين مدغشقر وكاين انغولا مالي، لا لا اللي يلعبوا في لاكوبا راب جزر القمر في كأس افريقيا الماضيه. نعم صحيح. نعم. اسمح لي لو شاركوا في هذه الدوره راح تكون يكون عندهم جزر القمر كما اقول لك فعلا. هناك مشاركة جزر القمر، غياب تونس، غياب مصر مثلا، انسحاب المغرب، يعني كاين منتخبات. مي معليش ما نقول لك بلي والله هاد الشان هي في بلاد الشان، ونقول لك جات في القمه لاول مره ب 17 منتخب، يعني في سابقه اولى حضور ايضا جياني انفانتينو، حضر رئيس الفيفا، عطى لها طبعه خاصه دوليه. نعم الجانب الجمهور في هذه المباراة، مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، كان حديث عن أن المباراة قد تلعب بشبابيك مغلقة، يعني تباعوا التيكيات. أنا سمعت نعم. تباعوا قاعد التيكيات. نعم. حتى الجانب يعني الرئيس أو وزير الشباب والرياضة الإيفواري يعني كان مندهش من حضور جماهيري في مباراة كوت ديفوار والسنغال. كيفاش تشوف أنت أنه جمهور عنابة مثلا، وخاصة جمهور عنابة وجمهور قسنطينة، لأنه مباراة وهران لحد الآن ما فيهاش إقبال جماهيري كبير، يكون حاضر في مباراة ما فيهاش المنتخب الوطني؟ ولا أنا أقول لك على أنا يعني حساب رأيي. نعم. يعني ربي عالم أنه الجمهور اللي راح هو الجمهور الرياضي الحقيقي. نعم. أنه راح يشوف مباراة كرة قدم، راح يشوف مباراة كرة قدم، ما يشوفش حاجه واحده اخرى. نعم. بالك يلعب الفريق تاعو مولد وهران، ما يروحش باسكو. نعم. يسمع ويشوف. نعم. ويعيا. نعم. انه هنا جا شاف راح في ملعب ممتاز. نعم. ومع ناس سبيكتاكل. نعم. ويشوف مقابله، يدي العائله تاعو، يدي ولادو، يشوف اللي يقول كان راح نريح ما نسمع والو. يدو انا هذا واش نتمنى من كل الجماهير الجزائريه، انه هذه تبقى كره قدم. نعم. فيها فائز وفيها منهزم، اللي يلعب مليح راح يربح، واللي ما يلعبش مليح يخسر، ما عليه غير يخدم. انا سي بوسا نقول ونتمناو من الجماهير تاعنا انه ماذا بينا نتحضروا شويه ونشوفوا الجماهير، نشوف كيما نحبوا نشوفوا في اوروبا. نعم. يحبوا لي جوا تاع اوروبا، يحبوا لي نلعبوا كيما اوروبا. ثاني حنا نحبوا، انا ماما كي كنت لعب نحب يكون الجمهور تاعي كيما الجماهير تاع اوروبا. انت تقول يلعب لي كيما اللاعب الاوروبي، انا تيت ماذا بيا يكون الجمهور تاعي كيما الجمهور. نعم. كل تبادل يكون كاين تبادل. انت جوا انا نظن
جواب ما تشوفش كي... باللي تفضل اللقطه اللقطه يعني اللقطه اللي حكينا عليها مقبل نعاودوا عليها يعني نقطه سوداء في هذه المباراه نتمنى ان لا تعاد مجددا ويديروها بزاف في اللاعبين كاين لاعبين كاين لاعب انا حبس كره قدم باسكو لحقوا له بالشتم نعم الوالده تاعو نعم. سبحان الله العظيم الان الحديث عن الجماهير وعن الاحتراف وعن هل يمكن ان تساهم هذه الملاعب لانه مثلا لما نشوف مباريات سابقة مثلا ملعب 20 أوت ملعب عمر حمادي ملعب 8 ماي ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بالحراش لما تشوف الجماهير معاناة الجماهير باش يدخلوا الملعب وباش يقعدوا باش يدخل على 6 تاع الصباح باش يشوف مباراة 8 تاع الليل الآن كاين ملاعب جديدة لو تستغل خاصة في البطولة حتى الجماهير يروح لها الضغط هذاك ونشوف ردة فعل ربما ردة فعل إيجابية واش رأيك؟ أنا أقول لك هنا نعم. انا يا حضرت المقابله الاولى الوديه يعني مع كل احتراماتي الجمهور كيفاه مسكين كان يدير يعني لاشان باش يدخل يعني هذه نتمنى انا من السلطات انه ينحوها يفتحوا الشبابيك لكل الجمهور باش اللي يجي كيف انت في تروح لتونس ولا تروح البلاد منا ولا منا باش تروح تشوف مقابله تخرج من الدار نص ساعه قبل ما تبدا المقابله تروح تنوض الطوموبيل تلحق الملعب تقاري البي تاعك عندك تجي داخل تروح تشوف الماتش تلحق سامين يدي من قبل الماتش تشوف الماتش هنا تلحق لازم زو سوايع ثلاث سوايع ومقابله تاع الفريق الوطني ما تحكيش عليهم الناس يجوا يباتوا في, في, في يباتوا برا نعم لازم تتدارك هذه الاخطاء وتكون عبره من السلطات هنا نتمنوا من السلطات باسكو هي هذه اول حاجه اللي تخلي الجمهور يولي عصبي يضرب ست سوايع هو يستنى باش يشوف المقابله بالك يكون فيه اعتداء والعفسه مع الجماهير والدنيا ما خلي الجمهور وكي دير هكذا كي تخلي انت المتفرج يخرج نص ساعه من الدار يجي كان يجي يشرب قهوه تاعو يجي يدخل ديرك لستاد الملعب يجي انتيك بيان كيما نقولوا لاباس فعلا اذا انت تجيبو من 6 تاع الصباح عيان دنيا من بعد يشوف مقابله ما كاينش والو بياس يقول لك انا من 6 تاع الصباح وانا نستنى فيك باش نشوف مقابله من بعد ما نشوف والو يزيد يكمل عليها هو ويجي رايح فعلا اذا لا ادري كم بقي معي من الوقت باش نعرف واش نزيد مواضيع نعم اذا بقات 3 دقائق فقط هل نحن قادرون على احتضان الشان بهذه الملاعب وخاصه في حال الشان ولا الكان الكان حتى الكان دبلو الشان نعم انا فيه احتضان الكان 2025 بهذه الملاعب ملاعب تحفة على كل حال خاصة مع إعادة تهيئة ملعبي عنابة وقسنطينة وفي انتظار استلام ملعب تهيئة 5 جويلية واستلام ملعبي دويرة وتيزي وزو هذا الشان ربما هو كما نقولوا احنا يا نسخة مصغرة وفروضة يعني رانا نونطريني وباش نكون واجدين أربع ملاعب نعم. أنه يقدروا يحكموا لك يعني أربع مجموعات لأنه الآن اللي كان راح يكون فيه 6 مجموعات صحيح نعم. أربع مجموعات وعندك فرق ميدان الجزائر الحمد لله عندها إمكانيات وعندها منشآت الحمد لله يا رب يعني عندها منشآت يعني أكثر يعني كون حبوا يعني يعودوا يهيئوا ملاعب أخرى ولك علة ملاعب لو الأربع ملاعب الموجودة إضافة إلى ملعبي تيزي وزو ودويرة تهيئة 5 جويلية وتشاكال تهيئة ملعب العباس تهيئة ملعب تشاكال يعني تقدر تقول حاضر يعني لا نتحدث بالك الجانب الخارجي وكاين هناك أمور مثل ما حدث في عنابة وقسنطينة كاين إمكانيات الحمد لله أنا الجزائر عندها كل إمكانيات وعندها كل يعني القاعدة البشرية باش تحتضن هاد الكان ونتمنوا ماشي غير الكان نتمنوا بالك حاجة أحسن من الكان نعم يعني الآن الكان هو التحدي القادم بعد ذلك نتحدث عن ربما كأس عالم في تنظيم مشترك لما تشوف الولايات المتحدة كندا والمكسيك اجتمعوا لكأس عالم رغم الإمكانيات اللي عندهم إذن رفيق خلاص لي وقتي وانتهى وقت تاعي رفيق ديك الصحة بارك الله فيك وفيك بارك جاست خفيفة الحمد لله جاست خي بيان وطلقنا المواضيع يعني والله خليتني خرجت يعني وش كاين في قلبي من الجماهير يعني نعتذر
في مكان الجماهير هذوما يعني رابح ماجا يعني نعم. كما نقولوا ايقونه في كره القدم الجزائريه نعم. يعني عيب واحد يلحق باش يعني واش دار يعني ما كانش جريمه باش يلحق صفريتو حكم منتخب وطني ما كانش عنده الحظ باش ينجح وهذه هي كره القدم ممكن مدرب تنجح ممكن ما تنجحش ولكن انه ما باعش البلاد ولا باش تصفر عليه ولا يعني خان البلاد ولا يعني نتمنوا من الجماهير هذو يعاودوا يدارك يعني نعم. يدارك هذا الاخر يدارك هذا واش داروا وما يرجعوا له قيمته نعم. ما نحبوا لا نكرهوا ما جال سي كما نقولوا في المستوى العالمي كما نقولوا أيقونة من الأيقونات فعلا فعلا. إذا انتهى وقتي. نشكر زميل عادل ياساف الذي سهر معي على إعداد وأفادني كثيرا في هذه الحصة، مشكور على المجهودات. إذا ما هي إلا كرة قدم، ورابح ماجر مثل ما قال لم يرتكب جريمة ولم يهن أحدا، بل إنه فشل في مهمته على رأس المنتخب وكفى. لذلك علينا أن نرد الاعتبار لرابح ماجر ونتفادى السقطات مرة أخرى. السلام عليكم.